خرج. أحسن الله إليكم، هل يجوز أن أستنسخ شيئا من الكتاب المكتوب عليه؟ حقوق الطبع محفوظة، لا يجوز نسخه أو تصويره بأي آلة تصويرية إلى آخره، ثم يقول علما بأن الكتاب صار ملكي بشرائي له. هذه مسألة فيها صعوبة زائدة، لكن الصحيح أن العلم لا يملكه أحد ملك، بحيث لا يدع أحد يستفيد منه وينتفع به إلا بالقراءة والفهم. هو فيه أضرار لو استعمل الناس قدراتهم في النسخ والإضافات وغير ذلك ثم باعوا، هل هذه حقوق سلبت؟ لكن هذا علم، ما دام أنه علم فالأصل أنه لا يحجر، يحجر عليه.